هناك إمام من أئمة المسلمين أيضا لا يعرفه إلا أهل الحديث، وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي من تلاميذ مالك ومن مشايخ البخاري ومسلم. القعنبي ده كان يشرب النبيذ، يشرب الخمر يعني، وكان معه صحبة من الأحداث، شوية شباب مالوش شغل إلا الفساد. ففي يوم من الأيام جالس على قارعة الطريق ينتظر أصحابه ليشرب معه، وإذا رجل يركب حمارا وحوله أمة من الناس، اللي ماسك لجبل الحمار واللي ماسك ديل الحمار واللي ماسك رقبة الحمار. فالمنظر ده لفت نظره يعني، فطلع لأنه جريء بيشرب، جريء يعني ما عندوش حياة، ما عندوش فترة ما في وجه. أنا أي مخترق الأمة دي كلها، ووصل للحمار ده ومسك لجام الحمار وقف وقال للذي يركبه: من أنت؟ قال: شعبة. قال: ومن شعبة؟ بقى بيروح في البصرة لا يعرف شعبة ابن الحجاج، ده شعبة ده كان نار على علم، كان أشهر من الخليل في البصرة، لكن زي ما قلت لك شباب مفسدون ما يعرفوش أهل الديانة. فالجماعة لما قالوا من شعبة، فالجماعة حوالين الحمار من تلامذة قالوا: محدث. قال: وما محدث؟ شغلته ايه يعني؟ قالوا: محدث. قال: وما محدث؟ ببيع ايه يعني؟ شغلته بيقول احاديث. فقال لشعبة: حدثني، طالما البضاعة بتاعتك احاديث قول لي اي حد حدثني. شوف بقى العالم الفاقد اختار له حديث بالظبط مظبوط تمام منطبق عليه، مش يقول له اي كلام، لا، مراعاة مقتضى حال المخاطب، مش هي دي البلاغة؟ مراعاة مقتضى حال المخاطب. قال له: حدثنا. قال: حدثنا منصور، هو ابن المعتمر يعني، عن ربعي بن حراش عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الدهان بالضبط يعني، عايز يقول لك عندك حياة ولا عندك أي حاجة ولا أنت بتفعل ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الله، كان قلب القعنبي كان مفتوحا، دخل كلمة شعبة فيه والأثر خلاص، عزم على التوبة وعلى احتقار ماضيه بالكامل. وتجد كثيرا من حديث مالك برواية القعنبي في صحيح مسلم، كثيرا ما يحدث عن القعنبي عن مالك. بعد ما شبع من مالك أراد أن يرجع إلى البصرة ليدرك شعبة، ما هو شعبة كان سبب إليه لما قالوا إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ده كان سبب هداية القعنبي. فرجع للبصرة ليسمع من شعبة، فوجد شعبة قد مات. فلم يسمع القعنبي من شعبة إلا هذا